من مدينة فاس مع القصة ديال هاد السيد اللي كتشوفوا معنا اللي جاي من إقليم تاونات وبالضبط من دائرة غفساي يعني من ورزاق، اللي هو عسكري ولا جندي متقاعد، عنده واحد المشكل اللي غادي يحكي لنا على المشكل ديالو كيفاش وقع له. كيقول ان شي وحدين نصبوا عليه في الارض ديالو وبغوا يحرموه منها، ترموا له على الارض ديالو. غنخليكم الارض ديالو شراها هنا في زواغه، في منطقه زواغه فين حنا كنتواجدوا في مدينه فاس. غنخليكم مع السيد هو اللي يقدم لنا راسو وكل ما كيتعلق بهذه القضيه، وشحال دوز في الصحراء في سبيل الدفاع على تراب ارض وطننا ومملكتنا الغاليه. السلام عليكم اشرف. واخا الاسم ديالك عمي؟ مسعود ديال المرابط. مسعود؟ مسعود المرابط. واخا سي مسعود، فين كتسكن؟ واخا سمية الدوار اللي انت منه؟ الدوار ديالنا باني هيلال، قبيلة سلاس. شنو المشكل اللي وقع لك؟ قلتي لي كنتي عسكري متقاعد. عسكري متقاعد. اييه. كاع جات في 83، 1983. وفي 1986 مشيت في الصحراء، أولا بديت في العيد، السيكتور العيد، ومن بعد مشيت للسيكتور ديال الدخلة، ومن السيكتور الدخلة رجعت للزاد، يعني الصحراء تقريبا من الدخلة حتى الزاد دوزت، تيشلا دوزت، كركم دوزت، يعني ما خليتش بلاصتي تقريبا في الصحراء. كاجيتي تما؟ كاجي، أي أنا كاجي في رمضان. أييه ومشيتي سيفتوك للصحراء؟ تما دوزت لي سيكتور في الدار البيضاء، الدخلة بعضها. ومن بعد من بعد لاسيرسين رجعت للرباط، خدمت شي انا في الرباط، وفي 86 صيفطونا 1986 مشيت للصحراء فولونتير في سبيل الله. انا هزيت عيطوا لينا شكون اللي مشى للصحراء، هزيت 70 فولونتير، انا اللي مشيت الاول، انا اللي هزيت 70، يعني ماشي هما اللي صيفطونا. يعني انت مشيتي كتدافع على الوطن ديالك؟ مشيت كندافع على الوطن ديالي في سبيل الله، ومع الاخر دوزت حياتي كامله تما 19 سنه وانا تما. 19 عام، ومن رجعت 2000 شهر واحد في شهر واحد 2014 بديت التقاعد ديالي. من رجعت جيت لهنا لفاس قريب من بلادي تا هناك، شريت واحد البقعة زواغة سيدي الهادي 80 متر، شريتها ب 6 مليون، يعني 60,000 درهم، وخسرت عليها تقريبا 10,000 درهم ما بين الظلام ديالك والوريقات ديالها والترانسبور والعدل والسمسار عار قضية كبيرة، كتخلص كل واحد كيدي واحد الناصب في سبيل الله، وخليتها كانت داك الأرض محبوسة في ذاك الوقت ما كانش فيها البنية. 2004 كان محبوس البنية ديالي، مشيت صورت ليها البلان وديتو للزواغة بنسودة، البلدية بنسودة، بلاصيتو تما المقاطعة بنسودة. أييه البلدية. أيه. ياه هكا ياه دوزتو بلاصيتو تمايا باش النهار اللي تسرح البني غادي نجي ندير حتى انا البلان ديال ندير حتى انا الرخصة ديالي كلشي نبني، لأن البلان كان عندي مصوب راه باقي في البلدية حتى الآن. أها في 2011 تسرح البني تمايا، جيت قلت لهنا الفاس وبقيت نبني الناس كيبنيو، كانت فجأة بلا المخا ديالي دارت فيها السوس، كان السوسار اللي باع ليا دار فيها السوس لقيتها محفورة. لقيتها محفورة، مشيت لعند هذا السمسار كيتكون قدامنا سولته قال لي راه الارض ديالك تباع ترخصت وراها تباعت، ولكن غير بيع شفوي انا ما كاين لا كتبه لا والو. تباعت يعني شي واحد جابها؟ شي هذوك الناس اللي نصبوا عليا فيها باعوها شي واحد. ايه واخا اللي نصبوا عليك ماشي هما اللي باعوا لك؟ لا هذو اللي نصبوا عليا ماشي هما اللي باعوا لي، الناس اللي باعوا لي الله يكثر خيرهم باقيين بالحياة شاهدين معايا في المكان القديم، السمسار اللي وداني البقعة شاهد معايا حتى هنا شاهد معايا حتى هو الله يكثر خيره. وانا المحامي اللي درتو قلت له المحامي اللي درتو يدافع عليا، قلت له نزيد لك كاين الناس وداك البلاصه فين في كذا البقعه كاين الناس شاريه تما قليل مني كيعرفوني. اها قلت له نزيد لك، قال لي لا راه احنا اكتفينا بالنسبه للجديه، انا الانسان اللي باعني والسلسله اكتفى بهم. كشهود؟ شهود. اها شهود في المحكمه في الولايه، في الولايه عند رودس ولاية هنا في فاس. هنا في فاس. اها. شهدوا معايا ما عرفتش شحال من مرة راه تقريبا دوزت شي عامين عند الدوز. وهما كيمشوا معايا الله يكثر خيرك كيشهدوا داكشي اللي كيعرفوا. ولاو المحكمة كيمشوا معايا المحكمة. داز الأرض قابل التحقيق مشاو معايا عند قابل التحقيق. يعني ما حتى
دابا هما تقهروا هذاك السمسار مسكين كيفاش باقي باقي الحياة ولكن كبر كبر يعني ورغم ذلك كيمشي معاك كيمشي معايا واخا هكاك عيا كنمشي لعندو تانا تما ونهز الطاكسي ونكير وكنمشي كياكل داك الشي اللي كاين دابا هاداك البقعة باعوها هما يا شفاوي انا كنقول لك باعوها يباع شفاوي شد 10000 درهم وعرفو داك السيد اللي باعو وداك السيد اللي باعو ليه تلاقيت وانايا واهلي هذاك الله يجزيكم بخير الناس كي كاملينش انا قال لك شي اللي كان كسب هو هذاك الشاري داك البركه اللي كانت عندي حطيتها في البقعه والبركه اللي كانت حطيتها في البقعه شحال تقريبا خسرتي ديال الفلوس انا اللي خسرت انا راه اكثر من 10 مليون اللي مشات اكثر من 10 مليون 10 مليون باينه يعني كانت عندي انا 17 مليون اللي كانت عندي بلا هذاك التقير اللي كانت اللي كنت كاسوا بلا الكسيبه اللي كنت كاسوا كل شيء بعته بلا الكريديات اللي درت بلا هي العائلة اللي تم الدابة حاليا راه هي غير العائلة تقريبا 6 مليون فلوس في ساليها عاد زيد الكريدي ديال المؤسسة شحال داير الكريدي؟ جوج كريديات واحد دايرو على حسابي انا كنأديه كنخلص فيه 22600 علاش دايرتي هاد الكريدي؟ يعني باش كندخلو الفلوس اللي كتبو من المحامية كتبو من بعض المصاريف على هاد الأرض هادي؟ على هاد الأرض هادي كلشي على هاد الأرض أنا يعني أنا معلم في ريوت معلم الدنيا انا راه كنت كنخدم 100 درهم 120 درهم في النهار ما كنت انا الباسل ديالي اللي خلات لي اللي خلاو لي الارمي ما كنتش محتاج ليه ما كان قيصر ما كنت كنخدم بدراعي يعني بعرق كتافي وداك الشيء اللي جبت اللي جاب الله كنخسرو انا وليداتي ونحن دابا انا جوج دراري عندي كيقراو في المدرسة وكنخلص لهم الترانسبور ديالي انا ما عنديش ما كنخلصو دابا حاليا السيد اللي كيديهم الترانسبور غير يجي الله يعني من الدوا لان الترانسبور واحد ما كانوش هكا ماشي ترانسبور ماشي نقل المدرسة هنا من الدور هكا كيدي الدراري من راسي كيكري لهم الشهر عندي جوج دراري كيقرا كنخلصو لهم 100 درهم الواحد دابا ما كنخلصوش وساكت مسكين يعني عارف الواقع ديالي عارف الحاله ديالي ومساهم معايا تاهم كنقول لي ساهم جوج لك بلا تعلم مرارا وتكرارا كيبقى عندي الفلوسيه حتى كندير شي حتى كنسالي كريدي وندير كريدي ونخلصو هما لي حوالي كيسالوني العائله ديالي انا كنخلص كيسالوني هذا المؤسسة كتسمي أنا كنخلص فيها 22000 في السنة في الشهر وداير على المرة وزدت لي عطاني كريدي 5000 درهم كنخلص لي 11000 في الشهر هي تقريبا 34000 ريال في الشهر عندي 5 ورد أنا كنبقى لي 11000 ريال في الشهر من المغرب خاصة الطحين كندير 100 درهم من المغرب إلا بغيت نمشي للسوق خصني نخلي لك 5000 ريال 5000 ما كتكفينيش في السوق أنا ما كتكفينيش الأخرى كدير 5 دراهم 4 دراهم الكيلو الغطيشة البطاطا يعني دير ليها باش اللي بديت ليها ما ضربتش من عندك مضروب ليتر الزيت كيدير 500 تقريبا زيد عندك الميكرو شي شوية اها ليتر الزيت كيدير 460 ريال ليتر رومي فاش تقلي لا ديك كيلو الفضل 360 400 ريال يدي ليه ليتر الزيت 400 ريال فيها شحال هي 50 درهم 50 درهم انا ديما الحشو وعطسي فين دير سير فين في الخضرات من هذه يعني خسر 5000 ريال ونصاب بشي 5000 ومشي نتفاسد بيها يعني لا الا فرطتي غنروح بلا شي حاجه يعني نروح بلا سكر يعني نروح بلا عطريه يعني 5000 ريال ما عندها ما دير واخا 5000 ريال منين غنجيب عاد تشوف 11000 واش انا كنت على 4 سوا عاد سوق الاسبوع انت كان يوميا كنخرج نتقدى من الزنقه منين غنجيب هادشي شحال على الاقل 100 درهم في النهار ولا 50 ولا 70 درهم في النهار منين غنجيب عندي من يجيب غالب الله واخا الحاج دابا انت حياتك كلها دوزتيها 19 عام دوزتيها في الصحراء وجيتي للارض لهنا لفاس بغيتي يعني تستقر كيفاش دابا فاش جيتي لقيتي الناس نصبوا عليك هاد الناس كيفاش كتحس؟ انا كنحس بالفقر اشي انا كنحس بالفقر انا دوزت بوليزاري دوزت بوليزاري يعني القرطاس مع المعمولات اللي قرينا فيها شحال مرارا وتكرارا كنلقاها انا احسن ايات تقريبا في الفراش في الخلاف عارف السحاري في الليل كانوا في الليل يوميا
كل الليل كل نهار يعني العسكري راه فايق 24 ساعه على 24 ساعه ما كاينش. كنت شد ساعتين وبرجع دي ساعتين ويعني وانت متبع فما يدك تحفظ البوليساريو ما حد يدك تحفظ ينفع في الجامع بعد يدك تحفظ اللي غايجيب الناس عليك تكون في الليل يعني وهكاك وصبرت الحمد لله وداز في خير ولكن اللي سمحت انا في البوليساريو جات بلادي بالسلام والهنا يعني ماشي سمحتي في البوليساريو يعني منين جيتي من البوليساريو نجيت منهم وشديت التقاعد ديالهم منين تهنيتي منهم بعدا من القرطاس ومن المصاعب ديالهم جيتي لهنا لقيتي الله منهم جيت لهنا لقيت هادو قدامي عاوتاني البوليساريو ولا سلاح بالبارود هما الدولية رسمي انا خلاني كنسمع دابا الى ما دابا هادي باش جيت انا لهنايا راه تسليت 4000 ريال داك الوقت اللي هدرت معاها راه ما تسليتش هادي هاك السنين جالس معايا ديك الساعة أنا كنت باغي ندير الرش وكنت واحد السنين جالس معايا قال لي بلا ما تبقى ترش هاك 4000 ريال سير خذ الغرض ديالك وسافر عندك واخي هذا والله يجازيك بخير بعديها رشك أنا ما نبقاش عندي غالب يعني كنمشي غير مود يدي ما كنقدرش ما رضاش يعني ما عنديش اللي جاب مود يدي نطلعوا الوقت هذا ولكن الكريديات راه يعني قهرت عباد أنا قهرت عباد الله بالكريديات كيشوفوني دابا غير لو كيتخبعوا الناس كيتخبعوني كيخافوا كيشوفوني غادي كيخافوا باش نقول لهم عطيوني باش نتسوق ولا عطيوني ولا يعني لا حول ولا قوة الا بالله. واخا شنو المطالب ديالك دابا انت؟ دابا المطالب ديالي الله يجازيكم بخير انا كنطلب الله سبحانه عز وجل وسيدنا كنتمنى من الله يشوفني ويشوف هاد الناس هاد الناس راه ماشي غير انا كامل هاد اللي كان زعما يجي شي لجنه تجي خصني انا شي لجنه ماشي من هنا نفوت شي لي نجي مرضى وتجي لهاد البلاصة وتسول الناس اللي ساكنين تما بلا ما يحضروني أنا ويسولوا على هاد الناس ياخذوا الأسماء ديالهم ويسولوا عليهم. أنت عندك الأسماء ديالهم عندك كلشي ما تذكرش السمية ديالهم هي عندك الوثائق ديالك عندك كلشي الوثائق ديالي عندي كلشي ها هما لابد تشوفهم ها هما كاينين دابا حاليا معاهم يجيو يشوفوا ويسولوا الناس تما راه ماشي غير أنا اللي سكوا لي الدم ديالي راه العادة هاد اللي سكوا ليهم الدم ديالي تما العادة ديالي بزاف ودابا الله يجازيكم بخير هذا المنكر اللي واقع حاليا ديالنا راه خصو يتغير خصو يتغير الحقيقة راه ما خصوش راه بزاف مثلا واحد الدرويش ما كيلقى بسكيت سبع صبط برجلو قطع والدراري انا عندي ولادي في الشتاء والبرد وكيمشي في الصندالة ديالي كيجي في العشية هي ما تقدر كيجي كيبكيو برجلين بالبرد كيصبع برجلين كيحرقوها كنقول له وجعي صبر الله يرضى عليك كاعبه يفتح الله عاملات الله يرضى عليك ومساكن وصبر دابا راه كيقراو في السوق في الاولى باك السيزيام وصبروا وراه موصلوا ولكن يعني ما كان كيشوفوا صحابهم دابا راه كانوا صغار كانوا ما كيديو ما كيجيبوا ولكن دابا راه خصهم كيشوفوا صاحبهم لابس بردودات زوينه كيشوفوا لابس كيطمة زوينه توني زوين جاكيطة شكارة يعني راه كيعرفوا كل شيء كان كل ما ولدي انا راه ما عندي شيء يعني كيتحسوا كيخي عين وانا كيهول انا الصحة ديالي كتبدا الكادر ديالي كيفشلوا اللي كنشوف انا ولدي يقعدوا بحال هكا وانا رزقي كاين انا ما كنت واقف عليك حتى كان انا ما وصلونيش هاد الناس انا لهاد الحاله ما نوصلش ليها هاي عايش انا ولادي داك البركه اللي خلى لي الله رمي صغار فيا الحمد لله بخير وكافيا كافيا انا لا العائله ديالي وانا كنخدم ما كيهمش ما كيرشقنيش انا نقيل الناس في الدار ولا في الدار الضامه ولا واخا واحد السؤال علاش ما حاولتيش تشري ارض في غفساي ولا في تاونات؟ انا قلت هنا هنا قريب حتى العائله كتجي لهنايا والدراري ربما غيوليو للجامعه ولا هذا انا قربت البعد زعما يعني قلتي حتى وليداتك الا جاو يقراو هنا في الجامعه يلقاو الدار يلقاو فين يسكنوا ما احسن لهم شي يسري ولا يشوف هكا يبدا يقراو شي واحد ولا يلقاو ديالي ولكن دابا هاد الناس حتى كنبقى خلاوني رزقي انا داك البقعه دابا كي راه الدنيا كي راني كنستافد منها في 2014 راني كنستافد منها ولكن فين مشى لي كلشي لا بقعة لا عارف لا بنينة لا رزق اللي كان عندي مشى الحمد لله رب العالمين أنا كنطلب من الله يهديهم الله يهديهم أنا ما عندي أي فيهم أول الله يهديهم الله يهديهم الله يهديهم هادشي اللي كنطلب الله كنطلب ليهم الهداية ويبعدوا على عباد الله خوف المسلمين راه ما كتحس بنفسك خصك تحس بخوف المسلمين حالك حالك كما خصني أنا يوم تكسر تا تكسر تكسر خصني ناكل تا نتهكا خصك طوموبيل تا نفسي طوموبيل يعني راه بحال بحال حناخو لكن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ديالو نقول لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه ويكره لاخيه ما يكره لنفسه واحد منها من هذا الحديث هذا لما هذا الحديث دابا اللي وجهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نعطيه نحن
لا لا احنا دابا ما بقاش عندنا الاسلام كاع على حسب هذا. دابا حنا في دوله اسلاميه الحمد لله ودوله الحق والقانون. حنا ما الدوله ديالنا ما كنضيع حتى واحد. وعلاش يضيعوني انا هاد الناس هذا؟ علاش ينصبوا عليا هكا ونصبوا على واحد ينفر صار يعني بزاف الناس اللي ناصبين عليهم. علاش هذا راه منكر المنكر هذا راه منكر هذا بصراحه. انا كنطلب من الله رجع سيدي ربي يسمعنا سيدنا ويحقق هذه الامنيه والوالي والمهم كاع المسؤولين بهذا البلاد الاسلامي ويستجبوا هذا الدعاء. الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير، الله يرحم الوالدين، شكرا خالد وحال هذه المسلمين ان شاء الله عليهم واخا. شكرا بارك الله فيك الحاج. كما شفتوا معنا متابعينا هذه القصه ديال هذا السيد اللي دوز حياته كما قال هو 19 سنه جندي في الصحراء، هو من مدينة من إقليم تاونات يعني من دائرة غفساي ورزاق بالضبط. هذه القصة ديالو مع مافيا العقار اللي كاينين هنا في المنطقة ديال زواغا اللي كيقول هو أنهم داولو الأرض ديالو بعد ما تباعوها شفويا، هو شراها بالوثائق ديالو بكل الدلائل اللي عنده هنا في الشاكوش ديالو كما كتشوفوا. حنا طلعنا على الوثائق ديالو، الرقم ديال الهاتف ديالو غيذكروا عاودنا الرقم ديالك الشريف. الرقم ديال الهاتف ديالو 06 13 68 30 58 مسعود المرابط.